الخبر الاول اللي عدنا عن اشكال يوتيوبر بعيد الهالوين. بالنسبه لاول واحد يا حبايب واللي هي عائله نارين بيوتي، مثل ما شايفين اشكالهم حاليا نارين بيوتي اول شيء تنكرت على ساحره وسيدره وشيري تنكروا بهذا الشكل، وبالنسبه لجلال يا حبايب تنكر على شكل شيطان او ما ادري شو مثل ما شايفين. بالنسبه لنور السر يا حبايب فتنكرت بهذا الشكل البسيط واللي هو كانه بنيه مضروبه مثل ما شايفين بحواجبها. روح حاليا موفلوكس ولانا اللي تنكروا على زي جوكر وزي باتمان مثل ما شايفين. اما بالنسبه لروزا فتنكرت على شكل افاتار واللي هو فيلم كلش مشهور. وبالختام على ايات يا حبايب اللي تنكرت بهذا الشكل ولايف اند سارة اللي تنكرت بهذا الشكل، فاكتبوا حبايب بالكومنتات من اكثر واحد عجبكم من الاشكال التنكريه. روح حاليا لجار عزيز وهل هي فعليا صدق خطبت؟ فنزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري كانت تعلي من خلاله وراح تنزل لنا مقطع اليوم على الساعه الاربعة بتوقيت العراق راح تحكي بيه على موضوع الخطبه. صراحه ما ادري ولكن حسب توقعاتي حيكون الموضوع عباره عن مقلب، فكتبوا من الكومنتات شو توقعاتكم. وروح حاليا لاحمد ابو الرب وسفره، فاحمد نزل شويه ستوريات يعني من خلاله انه الاسبوع الجاي هو راح يسافر وهذا المكان اللي راح يسافر بيقول ما راح تتوقعون وين هو راح يسافر بالضبط، حتى لو صور نفس المكان هناك. فما ادري صراحه من الكومنتات وين توقعون هو راح يسافر، راح احطكم الستوريات تشوفوها. ان شاء الله ان شاء الله الاسبوع الجاي مسافر، يا رب تزبط، بس مسافر وما حكيكم وين، وحسافر وما راح تعرفوا وين، يعني فرجيكم المكان ما راح تعرفوه اصلا. رايح اخر الدنيا. روح حاليا نورمار بدليل النار انه هو بعده يحب يارا وبعده قاعد يفكر بها يا حبايب، فما اخر مقطع نزله هو على قناته اللي هو كان مقلب الطرد بعض الفريق الجدد. بهذا اللقطه يا حبايب ظهرت انه هو كان لازم بيد التليفون وفاتح على صوره يارا يا حبايب مثل ما شايفين واللي هي هذه الصوره اللي يارا، ركزوا بها زين يا حبايب راح ادولكم الفيديو، ركزوا بالتليفون مال نورمار انه هو لازم بايده صورة يارا اللي هي هذه شايفيها قدامكم يا حبايب واضحة 100%. فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شو توقعاتكم هذا الموضوع، هل هو بعد يحبها وفكر بها او لا. روح حاليا نورمار وفرح البنية اللي سووا وياها مقابلة والاسئلة النارية اللي سألوه اياها. بالنسبة لأول شيء سألوه انه هل انت تفكر انه تتصالح ويا بيسان اسماعيل؟ ممكن ترجعون تصالحون تصورون ويا بعض؟ فهو جاب يب انه ممكن يرجع هذا الشيء يصير، راح احطكم لقطة يا حبايب شوفوها. عم تكتب هذا الشيء لأنه نحن اللي حبونا سوا ملايين. يعني لما نحن تركنا كان عندي 2 مليون ونص، انا 2 مليون ونص هي يعني 5 مليون تقريبا مع بعض. بعد الملايين المشاهدات اللي عديناها بالترندات. فالناس لحد الان متاثره لانه نحن اول اثنين نطلع بنت وشب صبيه على اليوتيوب، ما كان في قبلنا حدا. صحيح. فالناس لحد الان متعود بالتعلقه بسلام جواني وبيسان كذا. اول شغله كل الاحترام لها. انا بيوم من الايام حدا كانت تشتغل انا وياه. شو ما صار؟ لك شو ما صار؟ انا هلا لو بعرف انه عليها ضرر او عليها اي مشكله وطلبتني للمساعده بساعدها. اوكي. انا العشره ما بتهون حدا. تمام؟ بس والصلح، الصلح كثير شيء حلو، انا بتشرف في الصلح معها، بس المشكله اللي انكسر ما بتصلح. انكسر في شغلات انكسر ما بتصلح. ان كان مني وان كان منه. ما اسوي حالي انا ان كان مني وان كان منها. من شانك الله ييسر له بحياته ويوفقه من جوا قلبي والله. خلاص هي بطريقة وانا بطريقة وانتهى الموضوع. لا واكيد شخصيا كل 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 واحد هالمواضيع انا ما نحبش ندخل فيها أكيد. صراحه، لكن اليوم كوجه معروف ووجه معروف، هل احتمال نشوفوا في صلح؟ نشوفوكم في ايفنت نفسه؟ نشوفوك جالسين و خليها مع الايام. كنترول، انت سمعت يقول خليها مع الايام، وانا نشوف انه لما الواحد يقول خليها مع الايام يعني اصلا فيها شيء ايجابي. ما في كره ولا حقد ولا حملان عن اي حدا. وانا شخص اي حدا بدل ايده بصالحه، بس في شغله قلت لك كلمه اللي انكسر ما بيتصلح. طيب العديد من الناس دائما نشوف على مواقع التواصل انفجرت القصه اخر شيء، يعني للامانه انا كمتابعه لما نشوف ما نهيتوها بطريقه واو، يعني ما كانش طريقه راكزه ورزينه. انا ضلينا نحن تاركين المحتوى سوا اكثر من 7 شهور. صحيح. لبين ما طلع حدا من قرايبنا وبلش يغلط في اهلي. هون انا وقت ما صار بالنهايه اليوم ابن عشيره وانا شخص كثير خل اهل عندي خط احمر، انسى كل شيء، بس انه لما يطلع حدا كنت انت وياه خبز ملح يقطع اهلي خط احمر. هن جبروني اني اطلع احكي، ولما طلعت حكيت انحطيت بسبب يعني في ناس لامتني وفي ناس وقفت معي، ونفس الشيء هي حكت كمان. وما كل مشكله يكون بنت، بس انا بقول لك لو نرجع لهذاك الوقت ما بعملها. يعني لو بحسن احذف له الفيديو وان هي او اطنشه وخلي الناس تحكم ما بعمل، لانه ليش؟ دخلنا بكثير متاهات والله. صحيح. دخلنا بكثير متاهات وكثير حكي وكثير خسرنا ناس بتحبنا. في كثير ناس بتحبنا لحد الان، في عندنا فنزات نفس اسماء بعضنا، خسرنا كثير ناس. كل ما طيشه وعصبيه ومشاكل صارت.
معلش دايما يقولوا الواحد يتعب. بالنسبه لثاني شيء سالوه عن نورمان شنو خلافك بين نورمان وهل كنت صالحون، فهو قال نورمان خيلي صغير وما عندي مشكله وياه، مجرد خلافات بسيطه راح احط لكم اياها. نورمان اول شيء ما في مشكله، نور خيل صغير. شو قاعدين يقولوا صالحيه مع نورمان؟ شو بكم انت ونورمان؟ احنا نحبكم اثنيناتكم. اي شيء نورمان اخي الصغير، واللي صار فيلك علاقتنا وياه بعيد عن السوشيال ميديا، اللي صار انه انا بعيد ميلادي حاولت اصيلحه مع شخص كمان هو كثير غالي على قلبي كمان مثل اخي وبحبه كثير اللي هو باريش، حاولت اصيلحه وفهمت طريقه الصلح غلط، فانا ما طلب ايدي شيء فتفهمنا بعضنا غلط، بس هو خير صغير وصح انه هيك صار شيل فول وحكي، بس اي شيء بحتاجه نور بتركيا وبدبي انا معه. ايوه جميل، فرحتوا اوكي خلاص متابعينا يا اخي هما اسالي صالحيه 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 مع نورمار، ويقول انه نورمار اخي الصغير. احنا انا والله من الناس اللي احبهم جدا نورمار، حباب ومحترم وكذا. طيب وصل حبايبنا صوت المقطع، المقطع عجبكم نسوا تفجرون هذا المقطع باللايكات، فجروا المقطع باللايكات واشتركوا بالقناه يا حبايبي، وبس كانكم فايزين مقطع من القصص. مع السلامه.